حول هذا الموضوع ينضم معنا الزميل في مجلس النواب سرمد الفاضل. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار. ماذا لديك سرمد؟ يعني التوقعات تقول بأنه جلسة اليوم ستكون آخر جلسة من الفصل التشريعي الثاني الممدد طبعا في السنة التشريعية الأولى من عمر مجلس النواب، لكن هذه كلها توقعات بنيت على أساس تصريحات لأعضاء في اللجنة القانونية. حتى هذه اللحظة هو مجلس النواب ألزم نفسه بعقد 8 جلسات خلال الشهر الواحد، فبالتالي في حين استلزم مجلس النواب أو استوفى المجلس جلساته خلال هذا الشهر، ربما من المتوقع أن يرفع جلسته هذه إلى أو يعني يعلن انتهاء السنة التشريعية الأولى في الفصل التشريعي الثاني، ويبدأ بالتحضير للسنة التشريعية القادمة، السنة التشريعية الثانية التي يبدأ الفصل الأول فيها في بداية أيلول، وبداية أيلول تحمل كثير من الملفات. نتحدث عن استضافات ربما تتحول إلى استجوابات بحلول السنة التشريعية القادمة، إضافة إلى موضوع القوانين التي لم تقر خلال هذه السنة التشريعية. تحدث عن قانون محكمة اتحادية، قانون النفط والغاز، هذه ربما أبرز ملامح السنة التشريعية الآن التي توشك على الرحيل، إضافة إلى موضوع الموازنة التي بدأت الآن تدخل شيئا فشيئا إلى مجلس النواب. تحدث عن إعداد وزارة المالية للقانون، وبالتالي ربما من المتوقع أن يدخل مع حلول أيلول، نظرا لأن المجلس لا يريد أن يتأخر في إقرار قانون كهذا على غرار السنة الماضية التي شهدنا فيها تأخير إلى حد ما في مسألة إقرار قانون الموازنة، إضافة إلى موضوع الأمور مناقشة الأمور الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات. بالنسبة لقانون الانتخابات سرمد، هل هناك ردود أفعال جديدة على قانون الانتخابات مجالس المحافظات إن كنت تسمعني؟ ما خلا الكتل الصغيرة التي طالبت بإرساء نظام احتساب المقاعد على أساس 1.4، هذه الكتل الصغيرة هي التي أرادت أن تكون لها هذه النسبة في الانتخابات، على اعتبار أنها كما قالت توفر لها أفضلية وأريحية في الوصول إلى أكبر عدد من المقاعد على أساس الانتخابات في الانتخابات المحلية المقبلة. لكن هذا طبعا قوبل بالرفض، إضافة إلى الموضوع انتهى حسم مجلس النواب الأمر وصوت على 1.9. الكتل الكبيرة قالت بأنه المعادلة تحتمل شيئين، هي معادلة تقول إما أن يكون هناك تمثيل سياسي أو أن يكون هناك استقرار، فبالتالي تمثيل عادل أو استقرار سياسي. هم ارتكزوا على مسألة الاستقرار السياسي لأنه التمثيل عادل بهذه الصورة، هم يقولون بأنه 1.9 لا يضمن تمثيل عادل لكن يضمن استقرار سياسي، على اعتبار أن الكتل الكبيرة ستصل إلى سدة الحكم في هذه المحافظات، وبالتالي هي من تقرر كيفية سيكون شكل هذه المحافظات ختميا أمنيا سياسيا. وهذا ما يتصوروه أنه سيكون هناك استقرار سياسي. زميلي سرمد، أوصلهم إلى أين وصلت إلى مسألة سرمد، إلى أين وصلت حقيبة التربية؟ حقيبة التربية رحلت بشكل مؤكد، لا أخبار تقول بأنها رحلت فعليا، لكن بالأمر الواقع هي رحلت إلى الفصل التشريعي القادم، الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية، الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية، على اعتبار أن الأمر انتهى لأنه الحقيبة باتت الآن بحكم في محل خلاف، هذا لا شك عليه ولا غبار، لأن الكتلة التي رشحت الوزير المعني للتربية هي تختلف مع كتلة أخرى يقودها رئيس مجلس النواب، وبالتالي أيضا الكتلة الأولى هي تختلف مع بقية الكتل الأخرى في تحالف الإصلاح والإعمار وكذلك البناء وحتى أطراف داخل البناء، يعني بذاتها هي تنتمي للبناء لكنها تختلف مع أطراف داخل البناء. هذه كل الخلافات سورت مسألة الانتهاء من الكابينة الحكومية، إضافة إلى أنه موضوع الكابينة الحكومية وزارة التربية تحديدا الآن يجري حديث عن إمكانية دمج وزارة التربية بالتعليم، على اعتبار أن من يقودها الآن السيد قصي السهيل وزير التعليم يقود التربية
الأجنبية بالوكالة، وربما هناك حديث عن إمكانية دمج هذه الوزارة، هذا جانب. الجانب الآخر ربما يرضي ربما ترضي الكتل السياسية سيد خميس الخنجر صاحب حصة وزارة التربية بهيئات أو بوكالات مقابل التنازل عن وزارة التربية لأطراف أخرى، وهذا محل مقايضة. حتى هذه اللحظة هذا السيناريو مطروح، سيناريو الدمج وكذلك سيناريو المقايضة، إضافة إلى سيناريو التفاهم حول موضوع وزارة التربية. لكن بكل الأحوال موضوع وزارة التربية الآن بات بحكم المرحل والمؤجل إلى وماذا بشأن الدرجات الخاصة سرمد؟ الدرجات الخاصة أيضا تسير على ذات الطريق وذات المنوال فيما يخص وزارة التربية، هما يسيران بخطين متوازيين، الأمر كلاهما عند الحكومة على اعتبار أن الحكومة رئيس الوزراء هو من يرشح لكابينته الحكومية وكذلك يرشح للدرجات الخاصة تصل الأسماء تباعا. لكن عندما نتحدث عن العقدة هنا داخل مجلس النواب فيما يخص الكتل السياسية فيما يخص التصويت على الدرجات الخاصة، تتعقد المسألة شيئا فشيئا على اعتبار أن هناك في من داخل الكتل السياسية بعمومها ربما فقط من أعلنت جانب المعارضة أو قالت بأنها تستغني عن الدرجات الخاصة، وهذا حتى الآن هو تصريح لم يطبق فعليا على أرض الواقع. هذه الدرجات الخاصة حتى هذه اللحظة تصل أسماء تستبعد ثم تصل مرة أخرى ثم تستبعد ثم تسقط بالتصويت ثم يحصل خلل في النصاب القانوني للجلسات وتنسحب بعض الكتل، ينسحب بعض النواب يطيحون بالنصاب القانوني من أجل تمرير الدرجات الخاصة. لكن أتحدث عن 4000 أو 5000 درجة خاصة لا يمكن الحسم بهذه السهولة، إضافة إلى المدة الممنوحة التي منحها مجلس النواب في تعديل الموازنة الأخير للحكومة ربما يعطيها بعض الوقت من أجل الانتهاء. نتحدث عن نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة، وبالتالي هذا ربما يسهل للحكومة موضوع الانتهاء من الدرجات الخاصة بناء على تفاهمات ستترشح بعد حين. دعم وهذا وارد زميلي جدا سرمت. كما للكابينة الحكومية نصيب من هذه التفاهمات، أيضا للدرجات الخاصة نصيب من هذه التفاهمات هناك. نعم زميلي سرمد الفاضل من مجلس النواب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.